تطورات نطرحها للتحليل مع ضيفنا في الاستوديو الاستاذ رامي منصور رئيس تحرير موقع عرب 48. استاذ رامي اهلا وسهلا بك معنا في الاستوديو. منذ خطاب الامين العام لحزب الله يوم امس وما اعقبه من تصريحات لمسؤولين امنيين وسياسيين في اسرائيل، هل اختلفت التقديرات الاسرائيليه لطبيعه وحجم وتوقيت الرد من حزب الله؟ ليس هناك تغييرا جديا يعني في اعقاب الخطاب، وانما ربما لمحت اسرائيل او المحللين الاسرائيليين بان خطاب نصر الله وكانه رسم حدود المعركه بانه لا يريد حرب واسعه او حرب مفتوحه، وان الرد اتي وسيكون مؤلم ويعني مؤكد، ولكن لن يؤدي الى تدهور الاوضاع الى حرب او مواجهه مفتوحه، ربما الى مواجهه من عده ايام، مواجهه صواريخ حزب الله ورد اسرائيلي على هذه الصواريخ. التغيير ليس هناك تغيير، يعني حالة الانتظار مستمرة والإسرائيليون ينتظرون الرد حزب الله ورد إيران. وقال أمس حسن نصر الله أن هذا الانتظار هو جزء يعني جزء من المعركة وجزء من صناعة الردع. لكن هل يفهم الإسرائيليون أن هذا التأخير في الرد هو جزء من المعركة وجزء من العقاب؟ بالطبع. أم يرونه بعكس ذلك بأن الرد غير جاهز؟ يرونه أنه جزء من العقاب، وهم يعني يحللون، يعني ليس لديهم معلومات توقيت الرد، ولكن يقولون أن نصر الله حتى الآن ربما لم يقرر طبيعة الرد، أو إيران غيرت من شكل طبيعة الرد بأن هناك ضغوط إقليمية ودولية على إيران، فهي تريد التخفيف من حدة الرد على اغتيال إسماعيل هنية في طهران. وكذلك في لبنان، يعني أنه حزب الله حتى الآن لم يحسم قرار الرد أو طبيعة الرد، وهذه كلها تقولات وتحليلات إسرائيلية لا يمكن يعني التأكد منها. على كل حال الرد آتي يعني من إيران، سواء من إيران وسواء من حزب الله. إسرائيل تدرك أن إيران وحزب الله غير معنيين بحرب مفتوحة أو مواجهة شاملة، وإنما رد ومعاقبة إسرائيل على الاغتيالات التي نفذتها في بيروت وفي طهران، وهي تدرك أن هذا الموقف. أيضا المؤسسة الأمنية هي لا تريد، الإسرائيلية لا تريد حرب مفتوحة أو مواجهة بعدة جبهات مع لبنان، مع إيران، مع الحوثيين. ويعني القلق الحقيقي بالنسبة للأجهزة الأمنية الإسرائيلية هي مواجهة حزب الله وليس مواجهة إيران، لأن ليس هناك تماس مباشر بين إسرائيل وإيران، وأن الرد الإيراني سيكون من خلال صواريخ دقيقة باليستية دقيقة، وهناك منظومة دولية سوف تحمي إسرائيل، عدة دول سواء دول بالإقليم أو الولايات المتحدة التي نشرت آلياتها في المنطقة لحماية الأجواء الإسرائيلية. القلق الحقيقي هو من صواريخ حزب الله الدقيقة، هذا هو القلق الحقيقي، لأن أولا ليس هناك دفاعات يعني في هذه المسافة القصيرة بين لبنان وإسرائيل يمكن يعني نشرها مثلما يمكن نشر دفاعات جوية بين إيران وإسرائيل. لذلك القلق الإسرائيلي أو الأعين متجهة إلى حزب الله، يقولون أن حزب الله أن نصر الله لم يحسم بطبيعة الرد أو حجم الرد، وأن تهديدات جالنت. وإلى ما يرجعون ذلك؟ يعني ما هو السبب بالنسبة لهم لعدم الحسم؟ بتقديري أنهم يحاولون يعني كما ذكر المراسلين قبل قليل أن يحاولون التأثير أو إرسال رسائل للبنانيين بأن حسن نصر الله سوف يأتي بالدمار على لبنان. هم يعني جزء من الحرب النفسية على اللبنانيين، وجزء محاولة تأثير في اعتبارات حسن نصر الله. يعني الصحف يعني أحد المحللين الإسرائيليين قال اليوم بأن حسن نصر الله يخاطب الإسرائيليين، وقال أن ذلك أن نصر الله يقول أن هذا جزء من الحرب النفسية، وحالة الانتظار هذه جزء من الحرب النفسية. لماذا القادة الإسرائيليين لا يخاطبون اللبنانيين ويقومون بحرب نفسية مضادة بترويعهم بأن ما حصل في قطاع غزة سوف يحصل في لبنان؟ ولكن يعني الكل يدرك أن هذه يعني الدعاية الإسرائيلية فشلت، وهم يدركون أن هذه الدعاية فشلت لأن المعتدي هو إسرائيل بالنهاية. ونحن نتحدث، هناك مجموعة من التصريحات تأتي تباعا وتظهر على الشاشة. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقول نحن في حالة استنفار قصوى وسنعرف كيف نشن هجوما سريعا في كل مكان. هي تصريحات مكررة، لكن إذا ما حاولنا تصنيف هذه المواقف، من داخليا في إسرائيل على المستوى الأمني والسياسي يؤيد بشدة حرب أوسع وشاملة ضد حزب الله، ومن لا يؤيد ذلك؟ هناك أعضاء في الكابينيت مثل سموتريتش وبنغفير، وحتى جالنت في بداية الحرب سري بأنه يعني اقترح أن تبدأ الحرب في ضد حزب الله قبل قطاع غزة. هناك وزراء فعلا معنيون، ليس فقط حرب يعني في لبنان، هم يريدون المنطقة أن تشتعل ونعم الدمار، هذا جزء من عقيدتهم الدينية الغيبية. بنيامين نتنياهو لا يريد مواجهة مثلا إقليمية مثلا، ولكنه يريد توريط الولايات المتحدة في مواجهة مع إيران، ليس بالضرورة بمواجهة عسكرية، ولكن توريط الولايات المتحدة في مواجهة مع إيران من خلال فرض عقوبات
أو أشياء يعني يعتبر الأمر أولوية بالنسبة له في هذا الوقت الضائع إن صح القول قبل الانتخابات الأمريكية؟ نتنياهو بداية الحرب، تذكر بداية الحرب يعني 8 أكتوبر، قال أن الرد الإسرائيلي سوف يغير شكل المنطقة، ولكن يعني هذه أضغاث أحلام، يعني المنطقة ليست محكومة بطموحات من يمين نتنياهو وسموتريتش وبنغفير، على الرغم من أن سموتريتش وبنغفير يريدون إشعال المنطقة، ولكن يبدو أنه إيران وحزب الله، وهذا ذكرته أمس بالتلفزيون العربي، أنهم أكثر حكمة وتعقلا من الحكام في إسرائيل. يعني بنيامين نتنياهو قرر هذه القيام بهذه الاغتيالات مع إدراكه أن هناك 115 إسرائيلي محتجز في قطاع غزة، يعني عمليا هذا قرار شبه إعدامهم بقراره بالتصعيد ضد إيران وحزب الله. لكن هل هناك استفادة ما على المستوى السياسي أو ربما العسكري من ناحية التحضيرات من تأخر الرد عسكري لإسرائيل؟ هذا التأخر يعطي إسرائيل المجال للاستعداد والقوى الدولية المتحالفة مع إسرائيل في المنطقة بنشر قواتها ومنظوماتها الدفاعية، هذا يعطي وقت، ولكن بالنهاية لا أعتقد أن هذا يعني سوف يعني يحل مشكلة إسرائيل في مواجهة المسيرات الإيرانية أو مسيرات حزب الله أو الصواريخ البالستية التي لدى إيران، ولديها صواريخ بالستية دقيقة في الهجوم في نيسان أبريل، استطاعت يعني استهداف بشكل دقيق تقريبا استهداف نيفاتيم، قاعدة نيفاتيم الجوية، وأصابت يعني حققت إصابة لم تحدث دمارا، ولكن التأخر يعني أكيد يعطي إسرائيل الاستعداد، ولكن يربك الجبهة الإسرائيلية داخليا، استمرار الانتظار والتوتر والقلق، يعني هذا أصعب من الرد، يعني أحيانا ترقب الرد يكون أصعب وأكثر إيلاما من الرد نفسه. يربكها في الضفة وفي غزة أم يربكوا الخلافات القائمة السياسية؟ الإسرائيليين أنفسهم، يعني الحياة تتعطل خاصة في ساعات المساء في شمال فلسطين مثلا، الحياة تتعطل، الشوارع فارغة، لأن الناس تنتظر يعني ماذا سيكون الرد، كل ليلة يقولون أن الليلة سوف يكون الرد، فهذه حالة يعني هي ليست فقط حرب نفسية كما قال حزب الله، هذا أيضا إرهاق نفسي للإسرائيليين بأنه بانتظار الرد، كما ذكرت أحيانا العقاب الانتظار والترقب يكون يعني أشد وقع أكبر وأشد إلاما من الرد نفسه، حتى يعني لو كان من صواريخ عشرات صواريخ البالستية أو الدقيقة أو حتى المسيرات، فهذه جزء يعني كما ذكر نصر الله أمس أنه هذا جزء من العقاب وجزء من المعركة، وهذا مقلق للإسرائيليين حتى على المستوى السياسي والأمني، يعني التصريحات التي صدرت قبل قليل عن الجيش بأنه في حالة استفرار، هو يريد طمأنة الإسرائيليين بأن مستعدون، نحن أننا مستعدون، لا توجد تغييرات أو تعديلات في أوامر الجبهة الداخلية للمواطنين، هذه جزء من التطمين، وأن إسرائيل سوف تستطيع صد هذا الهجوم، وأن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل في مواجهة الرد الإيراني، هذا يكرر بالإعلام الإسرائيلي، وهذا جزء من تطمين الإسرائيليين. غير التطمين، هل تمتلك إسرائيل خيارات كثيرة في التعامل مع هذه الحالة من الانتظار؟ هناك من طرح سيناريو الضربة الاستباقية قبل أيام قليلة، هل هذا ممكن وما الخيارات الأخرى لديها؟ يعني لديها إمكانية بالقيام بضربات استباقية طبعا، يعني بغض النظر عن طبيعة هذه الأهداف، هل هي أهداف حقيقية أو هي يوميا تقوم بقصف جنوب لبنان، ولكن هذه التسريبات صدرت يعني خلفها على يعني من وراء هذه التسريبات يبدو ضباط بالجيش خاصة في منطقة الشمال الذين يريدون المزايدة أو ضربة استباقية لإيران، حتى ضربة استباقية لإيران خصوصا في لبنان، وأيضا اليوم صدر تقرير أن في حالة رصد إسرائيل استعدادات حزب الله لإطلاق صواريخ فإنها سوف تقوم بضربة استباقية، هذه كلها يعني تسريبات، حتى الآن لا يبدو أن إسرائيل أو أن الولايات المتحدة سوف تسمح بإسرائيل بتصعيد الأوضاع أكثر وأكثر وصولا إلى مواجهة إقليمية، هذا يعني أكيد الولايات المتحدة وبلينكن يصرح بذلك أنه أن الولايات المتحدة تسعى لاحتواء التصعيد. على ذكر الولايات المتحدة، أكد الأمين العام لحزب الله يوم أمس على مسألة تراجع قوة الردع الإسرائيلية وحاجة إسرائيل بشكل قوي لدعم الولايات المتحدة، بأي قدر هذا الأمر واقعي ومتجسد في هذه المرحلة؟ يعني هذا ما حصل في 7 أكتوبر، أنه مكانة إسرائيل وردعها في المنطقة يعني واضح أنها تزعزعت وتغيرت، ونتنياهو يصرح أنه جزء من استمرار الحرب في قطاع غزة والعمليات في إيران وفي لبنان جزء منها استعادة الردع وإعادة ترميم الجدار الحديدي الذي
يعني تم ربما تدميره في 7 من أكتوبر. هذا يعني هذا جزء أساسي أو هدف أساسي لاستمرار الحرب في قطاع غزة، في العمليات العدوانية على لبنان وعلى إيران. هل أن إسرائيل بإمكانها استعادة الردع؟ يعني ما يحصل حتى الآن أن إسرائيل تقوم بعمليات داخل إيران وإيران ترد. يعني هناك نتنياهو حاول تغيير قواعد اللعبة أو قواعد الاشتباك، وإيران مصرة على عدم تغيير هذه القواعد. هل هذا سيرمم الردع الإسرائيلي؟ حتى الآن يعني كما ذكرت، حتى الآن إسرائيل لم تستطع ترميمة. أولا الحسم في قطاع غزة، هي لم تحسم الحرب في قطاع غزة، ما زالت هناك مقاومة. لم تستطع يعني حتى الآن غير قادرة على حتى غير قادرة فعليا على حسم المواجهة مع حزب الله. يعني كل على الرغم يعني مرور 10 أشهر، هي غير ورغم حجم الاغتيالات اليومية واغتيال قيادات عسكرية في حزب الله، لم تحسم المعركة، المعركة مستمرة. وفي إيران هي لم تستطع الحسم مع إيران، يعني حتى لو كانت أولوية ثالثة في المواجهة العسكرية المباشرة، لكنها أيضا لم تستطع الحسم. وفي الضفة الغربية هي لم تستطع الحسم أيضا، في يعني المقاومة مستمرة في قطاع غزة. كل هذه الأجواء والمعطيات، أين تضع ترتيب ملف التفاوض وصفقة التبادل وتهدئة الشارع الإسرائيلي في هذه النقطة تحديدا، ناهيك عن حالة الخوف التي تفضلت بشرحها والتي يعيشونها؟ أنا لا أرى أفق في المدى القريب لهذه المفاوضات، لأنه ببساطة بنيامين نتنياهو لا يريد التوصل لاتفاق ينهي الحرب أو يوقف الحرب، هو يريد استمرار الحرب. هو يناور ويكذب على الإسرائيليين وعلى المفاوضين وحتى على قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، يعني خصوصا في ظل هذه الأيام التي الكل ينتظر فيها التصعيد، الرد الإيراني ورد حزب الله. لا أتوقع أن يكون هناك حل في هذه المفاوضات، لأنه كما ذكرت نتنياهو يصر على 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 موقفه. والرأي العام الإسرائيلي يعني يبدو أنه يعني لا يضغط، يعني أو نتنياهو لا يرى نفسه تحت ضغط حقيقي وجدي من الرأي العام الإسرائيلي أو حتى من الشارع الإسرائيلي. كل المتظاهرين الذين يعني هذه مجموعات محصورة ضيقة، لم تستطع التوسع وإحداث تغيير في سياسات نتنياهو. نتنياهو مصر على الحرب لأنه يدرك أنه جزء كبير من الرأي العام الإسرائيلي، أكثر من 50%، يعني قواعده في اليمين هي تؤيد استمرار الحرب وتدمير القطاع، لأنه الإسرائيليون لا يشعرون بثمنا مباشرا مما يحصل في قطاع غزة. الحرب ليست في وسط إسرائيل، الحرب هي أطراف إسرائيل. الإسرائيليون لا يشعرون بهذا الحرب، ربما يشعرون بالأثمان الاقتصادية لهذه الحرب، طول فترة خدمة الاحتياط للجنود، ولكن بشكل مباشر الجبهة الإسرائيلية خصوصا في منطقة الوسط التي هي العصب الاقتصادي لإسرائيل لا تتعرض لضربات، أو الحياة فيها مستمرة كالعادة، يعني أو شبه العادة. ما يقلق نتنياهو الآن هو أنه استمرار حالة الانتظار هذه في الشمال، انتظار الرد، لأنه هذا كله يجعله بالنهاية، يعني حتى لو أنه 70% من الإسرائيليين أيدوا العمليات في العملية في إيران، في النهاية هذا يعني يضع سؤالا، ما الاستراتيجية الإسرائيلية لبعد هذا التصعيد؟ يعني قام نتنياهو بخطوة استراتيجية بتصفية إسماعيل هنية وقيادي كبير في حزب الله، عملية نوعية وسماها أمس حسن نصر الله بأنها إنجازات إسرائيلية. ولكن السؤال ماذا بعد؟ هل يعني مكانة إسرائيل تحسنت؟ هل أن الحرب استطاع نتنياهو حسمها؟ لا، الحرب مفتوحة. شكرا جزيلا لوجودك معنا أستاذ رامي منصور، رئيس تحرير صحيفة عرب 48. شكرا.